ودي كانت اللمسه النهائيه لمكان تربيه الحمام بتاعنا بعد معاناه كبيره جدا ومعاناه شاقه امتدت لعده اسابيع. اخيرا جهزنا المكان بالشكل المثالي اللي انا شايفه مثالي. مربي الحمام لو لهم اي تعليقات اتفضلوا اكتبوا لي في التعليقات، ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. النهارده بقى هنكمل العشوش بتاعه الحمام، وهنركب عشوش جديده للحمام بتاع حماتي اللي احنا جبناه هنا. الله يرحمها. والحمام عشان كتير كان بيتعارك على العشوش، فاحنا هنزود العشوش بتاعته شويه. هات بس يا عبد الرحمن حته خشبه معاك وانت جايه. تمام. ومعلش استاذني، انا هوقف التصوير لحد ما نعلق وبعد كده نوري لكم المنظر في النهايه. معلش يا عبد الرحمن لو ليه بس الشغل. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لنا يا عبد الرحمن العش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. رامي ريكس بيجهزوا العش ده عجبهم، هما فظيع فظيع ملوش حل. اللي انت اطمنت على روميو النهارده؟ روميو؟ روميو جميل. روميو جميل. مليانك بيضربني. شو بيضرب؟ والله بيضرب. وماله؟ بيضربني. بيضربني بيعاركني. تعالى يا روميو اللي مغلبنا. تعالى يا روميو اللي مغلبنا. حطه على حرف ال، حطه على الكرسي جوه. حطه جوه. حطه جوه دلوقتي. بس دي نقشه. ماشي؟ وابدا شغل على طول. انتهوا بقى. اخر حاجه. حلو الوش التاني. حلو جميل. ده هيبقى جميل اصلا. المكان هيبقى جميل كله جميل اساسا. انا هفضل وراه لحد ما اظبطه، مش هسيبه الا لما ينظبط. بس لولا خدمات الجير اثبتت فشلها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين. اخترت الدهان بالجير لاهداف ومحدده والاغراض محدده. اولا لانه رخيص الثمن جدا، سهل الاستخدام، مقاوم للحشرات، يمكن للطيور انها تاكله بامان تام بدون ما يسبب لها اي مشاكل، بالعكس هيديها الكالسيوم المهم جدا لانتاج الريش والعظم والبيض. زي ما انتم شايفين خدنا الجير والشين، بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا. استغلينا صناديق الاسماك المملحه اللي هي صناديق الرنجل اللي سموها عندنا هنا في مصر صناديق الرنجل، في انتاج عشوش لتربيه الحمام او لوضع البيض، ممتازه جدا. اعتقد انها نموذجيه. قفلنا العش من فوق زي ما انتم شايفين بالاكياس البلاستيكيه عشان نحميها من الامطار ومن الرطوبه. العش من جوه متسع
وبعدنا المسافة ما بين العش والتاني زي مربين الحمام المحترفين ما قالوا لي، حتى ما يحصلش تشابر وتصادم ما بين ذكور الحمام بعضها وبعض، كترنا العشوش أكتر من عدد أزواج الحمام عشان ما يحصلش أي مشاكل. رفعنا بعض العشوش فوق ونزلنا بعض العشوش تحت، كنا حريصين إن احنا نحط خشبة عريضة عشان سهولة عملية التزاوج للحمام بتاعنا. المنور بتاعنا واسع متسع كبير، ارتفاعه عالي شاهق، يقدر الحمام يطير فيه بحرية كاملة. بالنسبة للأرضية حريصين جدا على نظافتها، والكلفة بتاعتنا ممتازة، تحتوي على مجموعة متنوعة من الحبوب اللي الحمام بيحبها جدا. مية الشرب بتاعتنا كمان، مية الشرب بتاعتنا حريصين ان احنا نحط كل 20 يوم مادة السيلينيوم الهامة جدا لخصوبة جميع انواع الدواجن. وجبنا هنا السيلينيوم الايطالي المستورد، انضف حاجة واحسن نوع، وابتعدنا عن الانواع الرديئة الرخيصة. السيلينيوم الايطالي او الالماني من احسن الانواع وافضلها. كمان كنت حريص ان اضيف سبت بلاستيك فيه كمية وافرة من القش عشان الحمام يقدر ياخد القش بحرية كاملة ويكون بيها العشوش بتاعته. هو بدأ فعلا في جمع القش وتكوين بعض العشوش. حطيت بعض الأسبتة الخشبية عشان يسهل ان الحمام ينزل يقف عليها ويبدأ يتحرك بحرية. غطينا مزارع الدود بتاعتنا بمشمع. عشان نحمي الحمام لو وقف حتى على مزارع الدود ان رجليه ما تصابش بالبلل نهائي. التحديقة بتاعتنا، وانا كنا عملنا فيديو مخصص عن تحديقة الحمام، فيها الرمل، فيها الحص، وفيها الاملاح المعدنية، فيها الكربون، فيها الطوب الاحمر. زي ما انتم شايفين كده بنحطها في زاوية جانبية عشان الحمام اللي عايز ياكل منها بحرية كاملة. من احسن الحاجات كمان اللي هوفر للحمام بتاعي ان هوفر له الهدوء. هوفر له الهدوء الكامل عشان مش هخش عليه كتير، هما مرتين بس في اليوم. مرة في الصبح بدري احط له الوجبة بتاعته الصباحية، ووجبة العصر زي ما انتوا قلتولي بالكمية المظبوطة اللي يخلصها بسرعة وينتهي منها. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نراقب الحمام بتاعنا ونشوف الأزواج المنتجة نحتفظ بيها، والأزواج الغير منتجة هنبدأ نتخلص منها. كمان زي ما انتوا قلتولي عزلت المكان الداخلي اللي بنربي فيه الدجاج اللاحم بباب سلك. تعالى كده يا عبده، خد بالك من الحيطة ما تلمسهاش. اللهم صل على النبي. وبكده يبدأ الحمام بتاعنا ما يقدرش يخش جوه نهائيا. يبقى احنا عزلنا الحمام ومنعناه نهائي من الدخول او الولوج للمكان تربية الدجاج البياض. وكان بيخش جوه ياكل العلف بتاعه، كان بيحب ياكل العلف بتاع الدجاج البياض. فاحنا عزلنا المكان ده نهائيا. بإذن الله من ضمن التطورات اللي هتحصل بإذن الله لو احنا استمرنا، هنبدأ ندي طبقة من المحارة على الجزء ده كده ونقفله محارة بحيث انه يبقى ناعم وشكله جميل. في المجمل المكان اصبح يعني مريح للنفس، منسق العشوش بسم الله ما شاء الله. حتى انا جبت حمام، يعني في حمام رائد هناوت عبد الرحمن ممكن يجيبه لكم بالراحة كده عبده الجديدة. بسم الله ما شاء الله. وهنا برضه يا عبده ام روميو، ام روميو الجميل. ما تدوس على الصندوق يا حبيبي. هي فين؟ وهي برضه رائده هي. ونأمل من الله سبحانه وتعالى ان المكان ده يكون حاز على رضاكم واعجابكم. بالفعل خد مني مجهود شاق جدا وتعب بشده، انا فعلا تعبت فيه جامد. الدهان بيجير صعب قوي ومتعب قوي، ويعني عاوز اقول لك بيطرطش كتير كده وممكن يجي في عينيك، ولازم تلبس نظاره واقيه وقفازات.
بس في المجمل هو احسن انواع الدهانات بالنسبه لتربيه الدواجن لانه مطهر قوي جدا. الحمد لله رب العالمين، الشكر لله. بشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمه اللي اعطاها لنا، على نعمه العقل، وبشكر الله سبحانه وتعالى انه ادانا متابعين مخلصين محبين للخير زي حضراتكم، امدونا بكميه من المعلومات وادونا كميه من الطاقه، يعني خرجتنا من اللي احنا كنا فيه الحمد لله رب العالمين، وقدرنا بفضل تشجيعكم لينا وبفضل توجيهاتكم الجميله ان احنا نستمر. وفي نهايه الفيديو عبد الرحمن ياخدنا جوله كده سريعه بالكاميرا كده على المكان ككل. بسم الله ما شاء الله. وبرضه ما ننساش ابدا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ونظره كمان على قناه توفر في بيتك منوعات ثلاثه الخاصه بخلف الكواليس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.